السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، في تمام الصحة والعافية. وانتم كتشاهدوا اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم هذه الحلوى اللي كتجي رائعة، عمرها ما تخطاني في أي مناسبة كنوجدها. سهلة في التحضير، مغذية، وكتجي لذيذة بزاف. نتمنى أنكم تجربوها، فعلا كتستحق تجربة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. كنحتاج في المقادير 4 ديال البيضات، نص كاس ديال السكر كلاصي، نص كاس ديال ماء الزهر، كاس معمر ديال الزيت، وكاس كبير ديال الحليب. غادي نحتاج كذلك كيلو ديال التمر اللي غسلته وقطعته طريفات وخليته نشف مزيان ليله كامله. عندي كذلك زلافه ديال القرقاع مهرمش ولا قطعيه بالموس طريفات. تقدروا تستعملوا اي نوع من المكسرات يكون عندكم، لوز، قوقاو، اللي كان عندي. الدقيق حسب الخليط، وندي ساشي ديال الخميره الكيماويه 8 غرام. نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نوضع 4 ديال البيضات في واحد الاناء، غادي نضيف عليهم قبيصه ديال الملح، غادي نطرب مزيان بالطراب اليدوي، غادي نضيف عليهم نص كاس ديال السكر كلاصي، غادي نضيف كذلك كاس ديال الزيت، غادي نضيف كذلك كاس ديال الحليب مع زهر، صافي. غادي نخلط هاد العناصر كامله مزيان بالطراب اليدوي. من بعد غادي نضيف التمر والقرقاع، وغادي نخلط كلشي مزيان، وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. غادي نضيف كميه من الدقيق، نزيد معاها ساشي ديال الخميره. عندي الدقيق هنا مغربل، وغادي نغربل حتى الخميره حتى هي باش ما تبقاش فيها دوك الكويرات. غادي نضيف الدقيق. هنا الخليط ديالي غادي يكون بحال الخليط ديال الكيك، ما غاديش نعجنو ونديرو عجينه قاصحه، ولكن غادي يجي بحال الخليط ديال الكيكه العاديه كما غادي تلاحظوا في الفيديو. صافي، هنايا انا في هاد الاثناء راني دايره الفران يسخن مزيان. غادي نجيب واحد لاطا ديال الفران، غادي نفرشها بورق الطهي، وغادي نخوي فيها هاد الخليط ديالي، وغادي نسرحو، غادي نسرحو مزيان بسباتيل باش تجي الحلوه ديالي متساويه. غادي ندخلها تطيب في الفران ديال الغاز العادي، غادي نشعل ليها النار من التحت حتى يتحمر الجوانب، عاد غادي ننزلها يتحمر لها الوجه ديالها. هذه هي الحلوه ديالي بعد ما طابت كما كتشوفوا. هنايا ذوبت واحد الكميه ديال الشوكولا السوداء، غادي نوضعها على الوجه، غادي نسرحها مزيان بسباتيول، نحطها سخونه. ملي غادي تشد راسها هاد الشوكولا السوداء، غادي نجيب واحد المورسو ديال الشكلاط الابيض، وغادي نحكو بالحكاكه من الفوق كنوع من التزيين. تقدروا تزينوها باش ما بغيتو، ترشوها بشويه ديال الكوك ولا قوقو مهرمش ولا لوز مهرمش ولا خطوط من الشوكولا البيضاء اللي بغيتو، لكم الاختيار. وغادي نخليها تشد راسها، ولا كان الجو سخون بزاف تدخلوها للثلاجه. هنا غادي نخليوها تشد راسها، عاد غادي نقطعوها.
هنا انا خليتها ليله كامله، يعني مازال جوج شويه بارد، ما دخلتهاش الثلاجه. غادي نبدا نقطع فيها، غادي نجيب واحد الموس اللي يكون ماضي، غادي نبدا نقطع الجوانب هما اللواله، من بعد عاد غادي نقطعها هي على شكل مكعبات. واحد الملاحظه، الا درتوها في الثلاجه وشفتوا الشيكولا قساحت بزاف وبقات كتهرس لكم في التقطيع، غادي تبقاو تسخنوا الموس فوق البوطه وتقطعوا به، ولا ديروا شي زلافه فيها المطاي تبقاو تغطسوا فيها الموس وتمسحوه وتقطعوا به. هذا هو الحجم اللي قطعتها انا به، الحجم نتوما الاختيار ديالكم، بغيتوا ديروا مكعبات كبيره، بغيتوا ديروا مكعبات صغيره، اللي بغيتوا. صافي غادي نستمر في التقطيع ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي كيفاش غادي يجي. هنا ساليت التقطاع كما كتشوفو، هاد الطريفات حتى هما ماشي طرماو، حتى هما غادي يتكالو، وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالي في التقديم، كتجي زوينة بزاف شكلا ومذاقا. نتمنى انكم تجربوها، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. لاول مره تدخل القناه ديالي نقولها ما تنساش تشتركي وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. اللي عجبها الفيديو ما تنساش تحط لي لايك، وشكرا لكم والى اللقاء مع فيديو اخر.